بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بكم. اهلا بحضرتك. يمكن رغم استمرار ارتفاع درجات الحراره والرطوبه الا ان احنا نقدر نقول انه يمكن في استقرار نسبي، بدانا نحس شويه بان الاجواء بدات تبقى الطف من الفتره اللي فاتت. تفاصيل الجو مع حضرتك. هو طبعا بالفعل يمكن في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، في تحسن حتى لو تصيب في قيم درجات الحراره وكمان في نسب الرطوبه، رغم ان نسب الرطوبه الانخفاضات فيها انخفاضات خفيفه وما زالت بتشعرنا بقيم درجات حرارة أعلى. إحنا يمكن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون ما بين 34 ل 35 درجة مئوية، لكن إحساسي بيها بيكون طبعا أعلى، بيوصل ل 37 درجة مئوية نتيجة استمرار وجود نسب رطوبة في الجو. نسب الرطوبة ما زالت تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى ما بين 75 ل 80%، وده اللي بيخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى، وخاصة في فترات الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، وده الوقت اللي بنسجل فيه كمان قيمة درجة الحرارة العظمى. فما زالت الأجواء فترة النهار أجواء حارة رطبة في سواحلنا الشمالية، محافظات الوسط البحري، القاهرة الكبرى، أجواء شديدة الحرارة في المحافظات الداخلية أكثر أو الجنوبية، الشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن عظمة الرطوبة بتكون فترات الليل، يعني نسبة الرطوبة العالية بتكون فترات الليل، فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية، لكن بيكون في فترات المساء ساعات الليل بيكون في نشاط في الرياح، بيكون محسوس أكثر في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، لأن سرعات الرياح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، ممكن ده يساعد بعض الشيء إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل، لكن مش بالشكل الكبير، لأن سرعات الرياح مش محسوسة غير في الأماكن المفتوحة أو المدن الجديدة. كمان طبعا فرص الأمطار اليوم مكملة معانا، وإن كانت فرص أمطار خفيفة جدا على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، هي أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم واليوم، منطقة دون الأخرى على مناطق من مطروح، العلمين، الإسكندرية، مناطق كمان من شمال الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الشرقية، وأيضا وجود أمطار ما بين خفيفة المتوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، ايضا سبوره مائيه خفيفه بتظهر فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستوصفات المائيه، لكن بصفه عامه كافه الظواهر الجويه موجوده معانا اليوم او حتى كمان خلال الايام اللي جايه مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بل بالعكس كمان ان شاء الله متوقع ان احنا من يوم الاربعاء اللي جاي يزيد تاثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ومرتفعه العروض الوسطى، فبالتالي نشعر بانخفاضات كمان في قيم درجات الحراره، يعني احنا متوقع مع يوم الاربعاء والخميس اللي جاي عظمى على القاهره الكبرى توصل ل 33 درجه مئويه، فتدريجي كمان مع نهايات الاسبوع هنحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه، مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره ونسب الرطوبه، مع استمرار فرص الامطار الخفيفه اللي احنا اتكلمنا عنها عن المناطق الساحليه اللي مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. مهم جدا في الفتره دي لانها فتره انتقاليه ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، لازم نتابع النشرات الجويه في صوره يوميه، لان وارد جدا يحصل تغير في التنفسات الجويه في اي وقت. مهم كمان ما زلنا بنحذر من التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان وجودي تحت اشعه الشمس اكيد هيخليني احس بقيم درجات حراره اعلى، بنتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل، ممكن كمان في الاماكن اللي بتبقى معنيه بسقوط الامطار فوق الخفيفه او بتوصل للمتوسطه، مهم جدا في محافظه الوادي الجديد مع سقوط الامطار تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، ونخلي بالنا كمان مهم ان احنا نبتعد عن اعمده الاناره واتشاك الكهرباء والواح الاماكن المعدنيه، لان الامطار وارد جدا تكون في بعض الاماكن من محافظه الوادي الجديد امطار رعديه. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا كده مع بعض دلوقتي طبعا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة العظمى فيها تكون 35 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 36-26، الإسكندرية 32-24 والعلمين الجديدة 32-23، مطروح 31-24 ودمياط 32-27، أيضا بورسعيد 32-27، أما الإسماعيلية 36-24.
السويس العظمى فيها 36 والصغرى 25 والعريش 33-24. أما كاترين العظمى فيها 30 والصغرى 16، طوبة 33-26، حلايب 35-30 وشلاتين 39-31، شرم الشيخ 39-29 والغردقة أيضا 39-29. نروح للفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 25 وبني سويف أيضا 37-25، أما الوادي الجديد 42-28 وأسيوط 39-25، سوهاج 40-27 وإنا 43-28، الأقصر 43-29، أيضا أسوان 43-29. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. عودة مرة تانية دلوقتي لمنى ومصطفى لمتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا جزيلا يا هلا.